أربعة أشخاص في جامعة الحسين بن طلال بمحافظة معان إثر أحداث عنف مؤسفة وقعت بين مجموعتين من الطلبة، وذلك خلال احتفالات الجامعة بمرور 14 عاما على تأسيسها. وأفاد مراسل رؤيا في معان أن أحد المتوفين هو رئيس شعبة التدريب في مركز الدراسات بالجامعة ويدعى محمود أحمد البواب، وقد توفي متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرأس. كما توفي الطالبان أمين مرج الذيابات ومحمد عبد الله رجابات، وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكة رانيا في وادي موسى. ونتج عن المشاجرة أيضا عدد من الإصابات، من أخطرها إصابة للشاب أنس الشاعر الذي أصيب برصاصة في الرأس ونقل إلى مستشفى البشير في عمان ووصفت حالته بالحرجة، إلا أن بعض الأنباء تحدثت عن وفاته. وأسفرت الأحداث المؤسفة عن وقوع أضرار مادية وعمليات تكسير وحرق لعدد من المركبات والممتلكات العامة التابعة للجامعة، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن العام والدرك للعمل على تفريق طرفي المشاجرة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في محيط الجامعة. وقد قررت إدارة الجامعة تعليق الدوام فيها حتى يوم الأحد المقبل. وعلمت رؤيا من مصادر خاصة إن عددا من ذوي المتوفين قطعوا الطريق الدولي وقاموا بتفتيش سيارات الإسعاف بحثا عن مصابين، وذلك بغرض الانتقام. ولمعرفة آخر تطورات الوضع في معان معنا على الهاتف مراسلنا في معان عبد الله آل الحصان. عبد الله مساء الخير. مساء النور. عبد الله، بداية أعطنا فكرة عن سبب المشاجرة. المشاجرة بدأت في الجامعة في اليوم الذي تحتفل به الجامعة بيوم الجامعة كل سنة. نعم. كانت المشاجرة بين طالبين بعد مشادات كلامية. الطالبين ينتمون لأكثر من تجمع عشائري، وتطورت المشاجرة إلى أن تجمع كل طرف من هذه التجمعات العشائرية. نعم. فبدأوا برمي الحجارة على بعضهم لفترة معينة من الزمن، وزاد التجمع إلى وصل لعدد كبير، وبعد ذلك بدأوا بإطلاق النار باتجاه كل مجموعة باتجاه الآخر. نعم. طيب عبد الله، كيف هو الحال الآن في محوط جامعة الحسين بشكل خاص وفي معان بشكل عام؟ في جامعة الحسين إثر المشاجرات طبعا تم حرق مركبتين وحرق بعض الخيم التابعة للاحتفالات وتحطيم بعض الممتلكات في الجامعة. نعم. والدرك والأمن يحيطون بالجامعة في نفس الوقت، أنه المحافظ الآن يجتمع في شيوخ ووجهاء لأجل الاحتواء والتباحث في هذه الأحداث، كونها الأول من نوعها في جامعة الحسين والتي أدت إلى وقوع وفيات وإصابات عديدة. نعم. طيب كيف هو الوضع الآن على الطريق الدولي؟ الطريق الدولي في أنباء أنه قطع طريق دولي من قبل أفراد ذوي متوفين ومصابين. نعم. إثر هذه المشاجرة. نعم. والوضع في مدينة معان متوتر حاليا. أيوة. نعم. طيب عبد الله، هل معان الآن يعني بها توتر أم ساد الهدوء؟ لا زال التوتر موجود بسبب المشاجرة وحراك محلي وعشائري في محاولة للسيطرة والوقوف على تداعيات العنف والوصول إلى حل مناسب إثر هذه المشاجرة والإصابات. أيضا في الجامعة الآن الجامعة تعقد اجتماع خاص في هذا الموضوع ويتابعون حتى الإجراءات اللازمة الضرورية اتخاذها ضد الطلبة والمتسببين في المشاجرة بشكل عام. نعم. شكرا لك مراسلنا في معان عبد الله آل الحصان، شكرا جزيلا لك.